في ناس من كثر ما فيهم هوس في موضوع التمرين. شفت الفيديو اللي حطيته قبل شوي؟ حلو، سألته قلت له شنو قاعد تمرن؟ تقول لك والله استهدف العضلة الفلانية تحت العضلة الفلانية في الزاوية الفلانية. كابتن انت فخذك هالكبير، شو تستهدف؟ ركز على التمارين الأساسية بس. سكوات، لونجز، ليج بريس، خلاص انتهينا. اما تفنتق لي والزوايا وتحرك لي صبع رجلك الصغير وتلف الصبع العود، ايش قاعد اسوي؟ نفس الشيء في الظهر، في الصدر، وتشوف جسمه ما في كتله اساسا. فتركوا عنكم التمارين التمارين الاكسسوارات اقدر اسميها. يعني واحد يقول لك فخذ هالكبير العب لي ادكتر ابدكتر، حبيبي العب سكوات، لانجز، ليج بريس، العب لي تمارين عدله، كبر الفخذ بعدين فكر في هالامور. التمارين التمارين الاكسسوارات هذه ما تحتاجها. فكر في الزوايا بشكل اوفر. يعني مثلا يلعب ظهر، يلعب لك لا تقول دون عمودي، عقب زاويه شوي فوق، عقب شوي ينزل، بعد زاويه ثانيه، زاويه ثالثه، 60,000 تمرين. تقول ليش نسوي هاللون؟ يقول لك استهدف كل الزوايا من فوق لتحت. حبيبي انت العب بس سحب عمودي، سحب افقي. لو تقول له فرش ظهرك عمود الفقري يطلع، ايش قاعد تسوي انت؟ ما فيك عضلات، قاعد تسوي في الزوايا؟ صدر، تعطيه تمارين اساسيه، تعطيه مثل انكلاين، تعطيه صدر مستوي، تعطيه تمرين ثالث. يقول لك كابتن ليش ما تعطيني التمرين العزنجي بتيجي؟ ايش قاعد تقول انت؟ لا حق الزاويه الفلانيه حبيبي تلعب، العب العب تعور راسنا. فموضوع الزوايا ذي وايد اوفر، وايد اوفر. لو تلعب بنش بريس، بنش بريس بس بدون ولا شيء ثاني، بتبني صدر. فسالفة الزوايا ذي بعد سالفة. يعني في زوايا أساسية بس اللي قاعد تسوونه الشباب أوفر. يقول إيش تلعب؟ يقول لك الرومبويد في السيميكرويد واللاترينوي. إيش قاعد قولت؟ بس حاب فوق تسحب فوق، تعور راسك، لا تسوي روحك أبو الباي باي ميكانكس وما أدري إيش تسوي والله باقي شو يسوون؟ يبلك مسطره، ها؟ يبلك مسطره ويرسم ويكتب هني زاويه 45، زاويه 19، زاويه شي، ايوه بس اتحرك اتحرك، شتفك؟ اذا حركت العضله دي ما تشتغل، وارفع بس، شو تسوي انت؟